عرت الأمطار والمتهاطلة خلال الساعات الأخيرة البنية التحتية وسوء تسيير المشاريع التنموية بولاية البيض. سيول والأمطار أغرقت المنازل والأحياء في وقت لم تسجل السلطات أي تدخل لها. لي روغار ما مش خادمينهم مليح، ما تاع الصرف الصحي ما كانش، مش مخدومين مليح، تاهي تاع الطرقات ما كانش. حنا راه غايبه كليا ذاك الحي تاع العناصر، غايبه كليا. تساقط البارح امطار يعني مده نصف ساعه، يعني والله الا علي يعني كارهه تم معنى كريم، يعني غايبه السلطات، غايبه كليا كاع السلطات المحليه، ما غايبه كليا ما كانش البارح. كل سخ اللي يكون الفوق يجي مهود ويبلع علينا ليزارفون. نتمنى من هذه السلطات ونتاع اللونا يحضوا ينقونا ريزرفوار، راهم في شحال، راهم ما جاوش نقاو. ماذا بكم وماذا بكم؟ الحي راه فيه كارثه.